يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت أستغيث بأحد من الناس فكيف أتوب من ذلك؟ نعم، إيش يقول؟ يقول: كنت أستغيث بأحد من الناس فكيف أتوب من ذلك؟ هذا مجمل السؤال، إن كان قصده يستغيث به فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك، أما إن كان يستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، فعليه التوبة إلى الله وترك هذا الشيء. نعم.